يا مساء الفل عليكم. حلقة نهاية الأسبوع من ربع ساعة رياضة، كبسولتنا اليومية السريعة، دايما بنحاول فيها إن احنا نتعرف على آخر وأهم وأبرز الأحداث الرياضية المحلية وكمان العالمية من السبت الأربع هنا عبر شاشة التلفزيون المصري. خلونا نبدا حلقتنا النهارده من الدوري الممتاز لكره القدم. بيشهد النهارده مواجهه قويه جدا ما بين الاهلي والاسماعيلي في المباراه المؤجله من الاسبوع ال 12 من البطوله. بتقام المباراه على استاد برج العرب في الاسكندريه، فهي واحده من المواجهات الكلاسيكيه بعيدا عن موقع الثنائي في جدول الترتيب. الاهلي بيطمح الى الفوز طبعا في محاوله لمواصله الزحف نحو قمة الدوري. بيحتل المركز الثالث برصيد 24 نقطة لثلاث مباريات مؤجلة. أما الإسماعيلي فبيعيش واحدة من أسوأ مواسمه على الإطلاق، بيحتل المركز رقم 16، رصيده 10 نقاط فقط بيحصده من 14 مباراة وبفارق نقطة وحيدة عن وادي دجلة صاحب المركز الأخير. ده طبعا كان عرض معلوماتي عن تاريخ لقاء الفريقين. خلونا نتحول سريعا الى القلعه البيضاء. كلام كتير جدا عن تغييرات في الاداره الفنيه للفريق الاول لنادي الزمالك في ظل صعوبه موقف الفريق في دوري ابطال افريقيا. العديد من التقارير تطرقت خلال ال 24 ساعه اللي فاتت عن وجود اكثر من بديل لباتشيكو المدير الفني للزمالك. كلام كتير جدا عن عوده باتريس كارتيرون مرة تانية لقيادة الفريق. سبعة طبعا وتولى كارتيرون تدريب الزمالك خلال الفترة من 3 ديسمبر 2019 لغاية 15 أكتوبر 2020. قاد الفريق خلال 31 مباراة حقق خلالها الأبيض الفوز في 19 لقاء، تعادل في 9 مباريات وخسر في 3 مواجهات فقط. خلونا نتعرف اكتر عن توقعات لمباراه طبعا الاهلي والاسماعيلي، ونتعرف عن من هو مدير الفني الجديد لنادي الزمالك. مصير باتشيكو الحالي بينضم لينا عبر الهاتف ناقد رياضي محمد يحيى. محمد مساء الفل. نبدا الاول بماتش الاهلي والاسماعيلي، بعد كده نروح لمشكله باتشيكو. الاهلي والاسماعيلي شايف الماتش هيمشي ازاي؟ اكيد مباراه بين الاهلي والاسماعيلي. نعم، وضع الفريقين دلوقتي صعب، وضع الاهلي ان هو مضغوط في المباريات الافريقيه مع المباريات المحليه، وده عامل له حاله من الارهاق الشديد، وبالتالي غايب عنه اكثر من لاعب. لان القايمه النهارده بيلعب الاهلي بتكون باك شمال صريح لاصابه علي معلول ولاصابه محمود وحيد، فبالتالي النادي الاهلي عنده مشكله في الغيابات. الناحيه الثانيه النادي الاسماعيلي عنده مشكله نتائج. الاسماعيلي تعاقد مع مجموعه كبيره من اللعيبه، ولكن في النهايه ما بيحققش النتائج الموجوده. فوز واحد من الاسماعيلي على حساب اسوان في الدوري، فده مش مستوى الاسماعيلي ولا اللي بتتمناه جمهور الاسماعيلي، فبالتالي المباراه النهارده صعبه جدا على الفريقين. الاهلي مش عايز يفقد نقاط عشان صراعه صداره الدوري اللي هو بيتنافس فيها مع الزمالك، ولكن الناحيه الثانيه عنده برضه ضغط مباريات افريقيا، وعنده مباراه مهمه هيسافر للقوة عشان يلعب بيها كلاب. عظيم. الناحية الثانية الإسماعيلي عنده برضه نتائج مش مساعداه، ومحتاج يحقق فوز عشان يرجع مرة ثانية ويتجنب، يعني على الأقل ينقذ ما ينقذ إنقاذه. طيب محمد، يعني زي ما بيقولوا كده مفيش دخان من غير نار. تقارير عديدة جدا من امبارح بالليل بتتحدث عن من هو خليفة باتشيكو، وكأن في يعني تقرير أو تصريح رسمي
من قبل نادي الزمالك بانهاء التعاقد مع باتشيكو، ايه اللي حصل؟ بس حتى الان لحد اللحظه اللي بكلمك فيها مفيش اي تصريح رسمي من اداره نادي الزمالك، ولكن المعلومات اللي عندنا ان كارتيرون هيوصل القرار النهارده مساء، هيتحرك من السعوديه الساعه 9 مساء ويوصل القاهره، هينزل ترانزيت الاول طريق وهيجي على القاهره. كارتيرون هيكون مدير فني للزمالك بعد مباراه سيراميكا المقرره بكره ان شاء الله، ومع تعديل كامل في الجهاز الفني او جهاز الكوره بشكل عام، بدايه من راس الجهاز اشرف قاسم رئيس صغار اداري في الفريق، هيتم تغيير كل الجهاز الفني بالكامل عشان يكون في بناء جديده ومحاوله لانقاذ امل الفريق في دوري ابطال افريقيا بعد الخساره من الترجي في المباراه اللي فاتت. عظيم. فالامل على التعويض مباراه الترجي في القرار ان شاء الله. ماشي، اشكرك شكرا جزيلا محمد يحيى ناقد الرياض. اخبار البطولات الافريقيه النهارده، بيراميدز بيفتتح مشاركته في الجوله الاولى بمرحله المجموعات لبطوله الكونفدراليه الافريقيه بمواجهه نظيره ناكانا الزامبي النهارده بالليل على مساء على ملعب الدفاع الجوي. بيراميدز بيقع في المجموعه الرابعه بتضم كل من الرجاء المغربي ناكانا الزامبي وكمان نامينجو التنزاني. الاتحاد الافريقي لكره القدم بيعلن عن مواعيد مباريات دور المجموعات اللي بتنطلق النهارده، بتقام الجوله الثانيه يوم 17 مارس، الجوله الثالثه 4 ابريل، الرابعه 11 ابريل، الخامسه 21 ابريل، الجوله السادسه والاخيره يوم 28 ابريل. طيب خلونا نتحول بقى سريعا الى اخبار القاره العجوز، منافسات الشامبيونز ليج دوري ابطال اوروبا بيشهد امس مفاجاه من العيار الثقيل. بورتو البرتغالي بينتزع تأهل مثير جدا من أرض يوفنتوس الإيطالي، بيبلغ دور ربع نهائي رغم الخسارة 3-2 امبارح بعد امتداد المباراة للوقت الاكسترا تايم الوقت الإضافي. بالنتيجة دي بينتهي مشوار يوفنتوس الإيطالي عند الدور الثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم للموسم الثاني على التوالي. الفريق البرتغالي ببطل المسابقة لعامي 1987 و2004 فاز ذهابا على أرض 2-1، هيضطر طبعا يوفنتوس إلى الانتظار موسم آخر من أجل محاولة الفوز باللقب اللي توج به أو آخر تتويج ليه كان عام 1996، علما أنه خسر خمس مباريات نهائية وقتها أعوام 1997 و1998 2003 2015 وأخيرا 2017. طيب نروح بقى للصحف الإيطالية وأصداء خروج اليوفنتوس من المنافسات، منافسات دور 16 لدور أبطال أوروبا تشامبيونز ليج. الصحف الإيطالية اتهمت رونالدو باتهام يعني عظيم جدا بالخيانة، ألقت باللوم كمان على بيرلو اللي افتقد عناصر الخبرة خلال المباراة، طبعا ده وفقا للصحف الإيطالية. صحيفة مثلا زي لا جازيتا ديلو سبورت زي ما احنا شايفين بتقول كارثة أخرى في دوري أبطال أوروبا، الخروج من دور 16 مجددا، وأضافت كيازا لا يكفي، رونالدو يخيب الأمال والمستقبل مليء بعدم اليقين. كمان صحيفة كورير ديلو سبورت قالت بيرلو غير مكتمر في أحلك ليلة لليوفنتوس. كمان صحيفة توتو سبورت علقت وقالت ان هي ليس هذا يوفنتوس. لسه مكملين معاكم في نفس المسابقة، الناحية الثانية بقى بروسيا دورتموند الألماني بيبلغ ربع نهائي البطولة رغم تعادله مع ضيفه إشبيلية الأسباني في إياب ثمن النهائي، النتيجة كانت 2-2، استفاد طبعا من الفوز ذهابا 3-2. المباراة شهدت تحقيق المهاجم النرويجي أولاند رقم قياسي، بيصبح أسرع لاعب في تاريخ دوري الأبطال، بيسجل 20 هدف بيتفوق على هاري كين اللي سجل العدد ذاته من الأهداف لكن فقط في 24 مباراة. كده مشاهدينا نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، حلقة نهاية الأسبوع. يوم السبت إن شاء الله حلقة مقبلة، حلقة جديدة في نفس التوقيت من ربع ساعة رياضة. أشوفكم على خير، سلام عليكم.